وثقة. أهم هذه المباراة، مخرجات هذه المباراة سواء لدياز أو بيدرو؟ لا هو شوف طبعا النتيجة هي آخر همهم المدربين، أما أن النتيجة هي أعتقد أنها آخر هم المدربين مما تطلع عليه، لكن يعني مهما يكون بعد أيضا الجماهير يعني مش متواجدة بكثافة بحكم أنه أحد خيارات التانجو في الفترة القادمة رامون دياز. انطلقت المباراة بصافرة الحكم نايف القادري، يساعد حكم أول سعود أحمد، والحكم المساعد الثاني محمد عبد العليم، والحكم الرابع عبد العال قحطاني. كرة ملعوبة على طول لمصلحة الهلال، البناء في الجانب الأيمن يمر بعبد الله الحافظ، درويش وعطيف، على طول الكرة لنيكولاس. التقدم الآن موجود والبحث مستمر، وتمريرة والهدف الأول. نعم، يعيش فترة تهديفية رائعة وحس تهديفي في هذه الأيام. طبعا هو ليوناردو ليو ينجح بتسجيل هدف التقدم، اللاعب الذي يفتتح الأهداف في هذه المباراة الودية، اللاعب الذي كان فتحا أمام الفتح بالنسبة للهلال، يسجل الآن أول أهداف اللقاء. تمريرة كانت رائعة من نيكولاس باتجاه ليو، وعلى طول الكرة في الشباك. ليو الذي ارتفعت أسهمه السوقية على مستوى الميركاتو بأرقام عالية، رغم أن الهلاليين لربما غرفويا عندما قالوا المستحيل ليس غرفويا. كرة توصل على طول وتتسدد وتبعد من جديد وتتهيأ، والكرة تتسدد راحت من أمام ياسر القحطاني، فرصة بتضيع، هجمة هلالية. ياسر القحطاني الذي أنقذ الزعيم في تلك المباراة المشهودة الشهيرة يومها، مرغن الزين في الدقيقة 2 سجلوا الأهداف الثلاثة في شوط واحد. بعد ذلك تحولت المباراة إلى معركة جديدة، والآن تقدم والكرة لليوم، وهدف ثاني، هدف ثاني للهلال، هدف ثاني لليوم، هدف ثاني للمهاجم الذي يرفع من أسهمه على مستوى إعجاب جماهير الهلال. خطف الكرة، التقدم، النجاح في المتابعة. شوف الكرة أعادها الدفاع، من؟ إنه ثامر جمال، لجمال الهجوم الهلالي اليوم، إنه ليو بوناتيني، ليوناردو ليو. الحس التهديفي الآن يعود ويسجل مرة أخرى إدواردو، لكن بعد ذلك سقوط لكارلوس إدواردو على أرضية الملعب. الغرافة بيحاول، هدف جميل، هدف جميل، ينجح بتسجيلها الآن اللاعب الشاب عبد الغني منير. عبد الغني منير بيسجل إذن أول أهداف الغرافة. شوف الكرة، تمريرة حلوة، حطة حلوة، لا يلام فيها الحارس. التغطية لم تكن مثالية، فكرتها صح من عبد الغني منير، وضعها كما يجب أن توضع. اللدغة، اللمسة، فقط هي كرة تحتاج إلى تعديل، وجاء الآن تعديل الأوضاع بالنسبة للغرافة بأن لمس مالي حافظ على كرته. تمريرة في العمق باتجاه رزاق، يتقدم محمد رزاق، يتقدم للهجوم، ينتظر المساندة. الكرة لرزاق بيهيئها إلى لورنس، والتسديدة على طول إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة، وروح وقت اللعب يكون موجود. الله على لقطاته القديمة، لأنه بمقدوره أن يرى المرمى من أي زاوية ومن أي مكان. كرة ملعوبة وفرصة للغرافة، والكرة فين؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للغرافة، ركلة جزاء. وإن حاول الإكمال، قرار سليم من حكم اللقاء نايف القادري، منح تحت فرصة إن لم يستمد منها
ستحول إلى الركلة. الخطأ كان واضح على الحافظ. شوف الكرة الماضية هل هي في الداخل أم في الخارج؟ تبدو لقطة صعبة للأمانة، ولكن هل يؤكد عودة الغرافة رزاق أم للواكد كلمة؟ الآن هدف، هدف التعادل للغرافة. الفهود أمام الزعيم، 2-2. ينجح إذن محمد رزاق المهاجم الذي كلما ظهر سجل، ينجح الآن من علامة الجزاء تسبب بها، وأيضا نجح بإدراك التعادل. بيحط الكرة باتجاه ياسر، عادت لنيكولاس ميليسي، سالم الدوسري، سالم بيمرر. الله 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 الله. هذا ما تحدثت عنه، المباراة الودية يجب أن نستمتع ويجب أن نرى المتعة. أوهو، ألغي الهدف، ألغي الهدف بداعي ماذا؟ بداعي ماذا؟ هدف انتظرناه في مباراة ودية، في مباراة تكون فيها اللمسات الجميلة. وأنا متأكد أن عيسى السليطي مخرجنا اليوم سيعيد اللقطة من البداية إلى النهاية. كيف كانت النهاية؟ كانت بإلغاء هدف على سالم الدوسري بلمسة يد يبدو لي. شوف الكرة اللي حولت من الميليسي، والكرة اللي ضربت من ناس الهلال. ياسر حولها الجهة اليسرى لليو، منه على طول لغازي، ترسل الكرة وراسية في أحضان الحاجة اليمنى. درويش للخلف، عطيف، سالم يمر الكرة ما توصل لياسر، وصلت لياسر يسدد فرصة. ما هو القرار؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء هلالية، ركلة جزاء هلالية. دخول الحارس إيفانيلدو على كارلوس إدواردو، ويبدو أنه تعرض لإصابة كارلوس في هذه اللقطة. لاحظ الكرة الماضية، ولاحظ ثامر جمال اللي كاسر التسلل، ولاحظ الدخول. يا إيفانيلدو، ركلة مرمى. قرار الحكم في البداية شعرنا أنه قرر ركلة جزاء، واللقطة تعبر عن ذلك واضحة في هذه اللقطة. الهلال مستمر بعرضها الهجومي، دقيقتين قدرت في ساعة القادري، والكرة على طول، والهدف يأتي. لا لا، أمام مين؟ أمام ليو صاحب هدفين، كاد أن يسجل الهاتريك في هذه المباراة. شوف الكرة اللي حولها، ما ركبت على قدم ليو. شوط أول بين الهلال محمد رزاق. الهلال تقدم الهجوم وحاول بفرص واضحة كانت، ولكن فرص لم تكلل بالنجاح. ليو هدفين، وهدفين للغرافة عن طريق عبد الغني ومنير ومحمد رزاق. مباراة رائعة للأمانة في شوطها الأول بين الهلال والغرافة. على ما قدموه في شوط تقدم فيه الهلال بهدفين عن طريق ليو، وبعد ذلك نجح الغرافة من تسجيل هدفين. لا يبدو أنه من عشاق الطرفين. الكرة توصل إلى ركلة مرمى، محاولة لورنس والتسديدة الماضية، انتهاء لدرويش. منير بيحط الكرة حلوة 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 لمين؟ أبعد رمية جانبية. لاحظ الكرة الماضية كانت جميلة للغرافة، منير وضع كرة بينية رائعة، ولكن لا وجود تهديف. نيكولاس بيحول كرة العرضية، ترسل والرأسية كانت جميلة من ليو، لكن إيفانيلدو ينجح بالحصول على الكرة الماضية. شوف العرضية الماضية من غازي، فهد غازي حول كرة، وخطأ حكم اللقاء عمر باستمرارية اللعب. كانت مطالب هلالية مرتدة. جونسون جونسون جونسون، هي الكثير في الذاكرة من أهدافه ولمساته الخالدة
للجماهير الهلالية، كرة هلالية وصلت إلى إيفانالدو، كانت قريبة لأن تسجل درويش، وبعد ذلك نيكولاس، لمسته لم تكن قوية بما فيه الكفاية، هدفين حتى الآن، لكن موعودة مع انطلاقة إدواردو الآن. محاولة إدواردو، يغير لعب، خذوهات هلالية، كرة جميلة، لكن عثمان العساس هدف، وللهلال عادل هرماش، يوسف العربي، عبد الله الزوري، كان ذلك في ملعب الغرافة في دوري أبطال آسيا 2012. كرة الآن، محاولة قائمة، والكرة تعتلي العارض. نيكولاس قدم أوراق اعتماد واضحة في مباراة اليوم. ميلس، وهذه الكرة الأخيرة اعتلت العارضة، لكن أداء طوال المباراة ورغبة من رامون دياز باستعادة الصدارة بالنسبة للهلال على مستوى الدوري. كرة توصل هلالية، يمرر تسديدة، الله، هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل، هدف رائع، هدف رائع. شوف الشلهوب اللي حط كرة، والكرة الملعوبة كانت جميلة، سددت رائعة، الكرة اللي تضرب وتنزل، هدف للهلال، هدفا جميلا سدد عن طريق اللاعب الذي يرغب بإدراك مكانه في القائمة. إنه مجاهد مبارك بهذه الكرة الجميلة والتسديدة الرائعة. يحاول الهلال إدراك الرابع بكرة ترسل جميلة، الكرة إلى الخارج. كما ذكرت لكم انتظرنا محاولة باتجاه عبد الرحمن اليامي، وهو مهاجم منتخب الشباب ثاني آسيا لو تذكرون في البطولة الآسيوية، والآن محاولة، الكرة بعيدة من تياغو أليس. لاحظ الكرة الماضية لتياغو، السرعة والتسديد، لكن في النهاية للغرافة. الآن تعود لإدراك التعادل بالذات بعد تقدم الهلال، فرصة قائمة، والكرة ضاعت، ضاعت يا أندري، ضاعت على أندري سترومونتو. شوف الكرة اللي وضع الودية التي لا يظهر فيها الأداء الجدي، وهذا بفضل الأسماء الشابة اللي دفع بها رامون دياز وبيدرو كاتشي. ثلاثة أهداف للهلال، هدفين لليو وهدف لمجاهد مبارك، يحقق فوزا وديا على الغرافة، هو الفوز التاريخي الخامس للهلال على الغرافة والأول وديا. هدفين للغرافة لعادل غني منير ومحمد رزاق لم تكن كافية. كانت أمسية جميلة للأمانة هنا من استاد حمد بن خليفة في ملعب النادي الأهلي.